حديثنا الآن سيكون عن حالة استثنائية بكل المقاييس، وهي قصة لامرأة قوية مثابرة ومرهفة الحس. هي الفنانة اللبنانية سوسن شاوربة، التي استطاعت على مدار 13 عاما محاربة مرض السرطان، إلا أنها صمدت مع كل هذه الجولات المؤلمة وما زالت تحارب ألمها بروح معنوية مرتفعة، فكان للفن سبيل إلى التخفيف من ألامها، وأصبح هو علاجها الذي تلجأ إليه كلما ضاقت عليها الدنيا، لتعبر عن رحلتها على خشبة المسرح بالفن والموسيقى.